نبدأ من نقطة محددة. من يتحدث عن هذه التسوية، الانقلاب تم على أول حرية التغيير، فبالتالي إذا كان في نية تسوية لم يكن يحدث الانقلاب. يعني إذا كان أصلا في نية بتاعت إنه الناس تعمل تسوية من المكون العسكري أو تشارك المكون العسكري، ليه تم الانقلاب؟ ما كان يتم الانقلاب. هو تم الانقلاب لأنه ما كان في تسوية. الانقلاب تم لأنه قوى الحرية والتغيير رفضت كثير من الأشياء. الطلبة العسكر رفضت إنه يتم السكوت عن مجزرة فضل الاعتصام، والحرية والتغيير رفضت أيلولة الشركات للقوات المسلحة، رفضت وجود اقتصاد موازي للدولة السودانية، رفضت كثير من الأشياء. عشان كده الانقلاب جاء. الحديث عن وجود تسوية هذه فرية. حتى الآن الموقف الرسمي اللي هو الحرية والتغيير إنه لا توجد تسوية ولا توجد نية للتسوية، والدليل إنه حتى الآن 11 شهر من عمر الانقلاب وحتى الآن لم يحدث أي تسوية ولم يحدث أي اتفاق ولم يتم تكوين حكومة. بالتالي الحديث عن الافتراضات الخيالية، يعني أسوأ حاجة في السياسة إنك تضع النتيجة حتى بعدك تحاول تصل تضع أسباب تثبت بها النتيجة. دي في الرياضيات ممكن. في الرياضيات أنت بتحط النتيجة، بعدك بتشوف المعادلات اللي بتوصل لهذه النتيجة كبرهان للقوانين. كبرهان للقوانين. لكن في سياسة ما ينفع كده. ما ممكن في السياسة تكون متمترس ومفترض إنه هذه تسوية ومنتج بها خطاب داخلي خاص بيك لغياب الخطاب الحقيقي. بالتالي تحاول تثبت إنه تحدث تسوية. طيب إذا كان أصلاً في نية بتاع تسوية، لماذا تم اعتقال وجدي صالح؟ لماذا تم اعتقال خالد سلك؟ لماذا تم اعتقال ياسر عرمان؟ لماذا حتى الآن يتم اعتقال القيادة والحرية والتغيير في كله؟ لماذا حتى الآن يتم ضرب الناس وضرب التظاهرات في الشوارع؟ لماذا حتى الآن يتم كثير من العسرات؟ لماذا؟ إذا كان أصلاً توجد تسوية، كل ده ما كان بيحصل.